المقاطعات شائعة في الحياة التنظيمية وخلال قيامنا بعملنا، لكن هل فكرت يوما في كيفية تأثيرها على إبداع الموظفين؟ لنرى ذلك في هذه الحلقة من بحث في دقيقة. في دراسة حديثة جمعت باحثين من جامعة ميونخ للتكنولوجيا وجامعة توينتي في هولندا، وجد الباحثون أن المقاطعات المطولة في العمل يمكن أن تزيد من إبداع الموظفين. أنجز الباحثون دراسة كمية لتحديد كيفية تأثير المقاطعات على الإبداع، حيث بدأوا بدراسة كيفية تأثير المقاطعات المفاجئة التي تتسبب في وقت فراغ على أداء الموظفين الإبداعي. صمم الباحثون تجربة واقعية تتمثل في نقص في سلسلة التوريد الذي يتسبب في توقف غير متوقع في مصانع أحد الشركات الأوروبية، تلك الشركة مختصة بتصنيع السلع الاستهلاكية وتوظف أكثر من 50,000 موظف على مستوى العالم وتدير أكثر من 15 منشأة إنتاجية. أظهرت النتائج أن الأفراد الذين يتعرضون لمثل هذه المقاطعة ينتجون أفكار أكثر بحوالي 58% من الموظفين الذين لم يتعرضوا للمقاطعة في الثلاثة أسابيع التالية. ولكن مع ذلك وجد الباحثون أن ليس جميع المقاطعات لها نفس التأثير على الإبداع. أعاد الباحثون التجربة بظروف أخرى ووجدوا أن المقاطعات المفاجئة التي لا ينتج عنها وقت فراغ للعاملين لديها تأثير سلبي على الأداء الإبداعي للموظفين، لأنهم ينفصلون عن عملهم ويحولون انتباههم إلى المهمة التي أدت إلى هذا الانقطاع. كذلك الأمر بالنسبة للمقاطعات المتوقعة مع وقت فراغ والاستراحات المخطط لها، فتبين بأنه ليس لديها تأثير إيجابي على إبداع الموظفين، لأن الموظف يتوقع هذه الاستراحة ويحول اهتمامه ووقته إلى القيام بأعمال أخرى ذات طابع ترفيهي. هدفت الدراسة أيضاً إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى مثل هذه النتائج غير المتوقعة، وقد تمت دراسة ثلاثة تفسيرات نظرية مختلفة، وهي بقايا الانتباه والتحفيز المعرفي والاسترداد المعرفي، وتبين أن بقايا الانتباه كان التفسير الأكثر احتمالاً لظاهرة التأثير الإيجابي للانقطاع أثناء العمل على الإبداع. في المرة القادمة التي تتعرض فيها للانقطاع أثناء أداء عملك لا تأخذ الأمر بسلبية، فقد يزيد هذا من إبداعك.